الترشي حكاية طويلة الترشي حضارة قديمة الترشي من مدة بعيدة عام 17 بدأت المسيرة بامس ويقت ولدت الفكرة بامس ويقت ومدت الحركة أصحاب الإبنة كيدان الثورة حجرة حجرة بناوي العاصمة. مبروك للترجي ديال الدوسي هذا على اتصال الباهر والشامبيونز ليغ. ماعرفش كيفاش تسليش يعني بيه صدقني مانيش فرعان توا رسول الله هذا كوب دافريك كيكا تاخذوا فيه كيكا ما تخموش ويمشي نحطوه يا ودي الدنيا تعباد بالتيدروات اول حاجه الساعه دبروا كلاص ولا حاجه خزان نحطوا فيها التيدرو مزيان الشمبانز ليك في المكتوب مزيان الشمبانز ليك قعدنا الطفل ليك نهزوها شقعد على كوب دي مور عطا شحال شحال من نعبان الماضي محرك باسي كريكي ياسر مغلق مهما نحكي وحال نوافي مهما نحكي الكلام ما يدفي مهما نحكي قصة في قلبي الكلام يكتب وانت مع يشهدوا العباد يشهدوا الحيوت والتراب البلاد يشهد باب سويقة وحوم الأسياد يشهد سيدي محرز والصالحين على قيام دولة الترجين الزواوي والقلال ورجال تملى العين فكرة بدات قبل 1919 بعمين باش فوق الدراب وتريكولور النجمة والهلال يكونوا متربعين يشهد المستقبل والحاضر والماضي على حضارة اسمها الترجي الرياضي تشهد اللبسة البيضة والخضرة على حب الجمعية من أول نظرة وتشهد الألوان الصفرة والحمرة على التاريخ قبل ما يحط حد ساقه على القمرة ينجم يوفى كلامي وقد ما نحكي عليك ما تفاش لسامي كانك عطي تروات فوت بالبالة هونغ فولي باسكيت شمازال سبور انديفيدوال سناديد نساء ورجال بقلية بزعزع الجبال شمازال الواحد يقول على عائلة يلمها حب المريول تربة باب سويقة المكشخة العريقة حكايتها مازالت مطولة وحتى حيوت استادات تعيط ترجي يا دولة اللي كره كره واللي حب حب تاريخ تونس مكتوب بحروف الدم والذهب مضمون الولادة يعود إلى 15 جان في 1919 بعد اجتماع شبابي في ظل الاستعمار وفي مقهى الترجي بباب سويقة وقع أخذ القرار في إنشاء أول فريق تونسي 1936 الترجي الرياضي يرتقي القسم الأول وفي 1943 الترجي أول فريق يمثل الكرة التونسية في بطولة شمال أفريقيا تتويجات بالجملة شيخ الأندية التونسية ولد من أجل الألقاب 1942 أول بطولة في زمن الاستعمار 1939 أول كأس تحت الحماية الفرنسية
ومنذ الاستقلال وانطلاقا من سنة 57 ألقاب بكل الأشكال، الترجي هو الأكثر تتويج في تونس على المستوى القاري. ومنذ سنة 1993 الترجي يحصد الألقاب، البداية مع كأس أبطال العرب 93-2009، كأس رابطة أبطال أفريقيا في 94-2011، الكأس الأفريقية الممتازة والكأس الأفرو آسيوية في 1995، الكأس العربية الممتازة في 96، كأس الاتحاد الأفريقي في 97، كأس الكؤوس الأفريقية 98، وكأس شمال أفريقيا الأندية الفائزة بالكؤوس في 2009. الترجي هو أحد الممولين الرئيسيين للمنتخب التونسي. ماذا ستذكر وماذا ستقول عن الترجي؟ تأسس عام 1919 وكان شوكة في حلق المستعمر. الترجي، لمن لا يعرف الترجي، كان قلعة ضد الاستعمار، الترجي الرياضي التونسي. لذلك نقول بأن الترجي أكثر من نادي لكرة القدم. على فكرة الترجي عنده ريكور عالمي، يعني لما سوليتي خذوه مني، ولكن الترجي في جينيس بوك. الترجي 7-7 تسمعوا به، يقول لك العرس 7 أيام والسبع ليالي. الترجي ربح في كل أيام الأسبوع في كل أيام الدنيا. يوم الاثنين ربح المثل كاس تونس الأخير ضد النجم، الثلاثة ربح كان تتذكروا كاس ليوناف ضد بجاية، يوم الأربعة ربح كان تتذكروا بطولة تونس من موسمين يوم 15 ماي، ثم يوم الخميس استنى يوم الخميس دوري أبطال العرب ضد الوداد البيضاوي، يوم الجمعة في 95 ضد موتيما بيمبي السوبر كوب دو لاكاف، في يوم السبت ماتش الزمالك التاريخي، يوم الأحد كاس أفريقيا في بريميرو أغوستو في أنغولا. الترجي الوحيد في العالم ربح 7 أيام و7 ليالي ألقاب ليس مباريات. الله على ترجي العاصمة. مضرب واب نبيل معلول لليمين في اتجاه طارق ثابت، طارق ثابت والحرس متقدم، وطارق ثابت والهدف الثاني، طارق ثابت والهدف الثاني بعد 25 دقيقة لعب في الشوط الثاني بذكاء كبير ياسر. محمد علي المحجوبي، نبيل معلول، نبيل معلول في اتجاه طارق ثابت، طارق ثابت من جديد والهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق طارق ثابت. والضربة جزاء علي بن ناجي أمام حسين السيد، الوقت 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، التنفيذ، التنفيذ والهدف الثاني، والهدف الثاني لفيتا ترجي الرياضي التونسي، هدفين لصفر في 7 دقائق لعب في الشوط الثاني. ترجي حقق الهدف الثاني وبداية مرة أخرى ممتازة. التنفيذ، غندور، 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 وتفتك الكرة من كنت ماليتولي، كنت ماليتولي يحاول عكس هجوم لفيتا ترجي، عايد الحمروني وعبد القادر بن حسن يطلب الكرة، تخلط له، تخلط له الكرة، وفما الهادي برخيصة يطلب الكرة في وسط الدفاع، هادي برخيصة، هادي برخيصة، هادي برخيصة، والهدف الثالث، والهدف الثالث، 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 الهدف الثالث، ثالث هدف للترجي، ثالث هدف للترجي، مدروسة، مدروسة، مقصود الهجوم معاكس من الخطط اللي تدرب عليها الترجي طويلا. 3-0 هجوم معاكس سريع، هادي برخيصة يتوغل ويحقق الهدف الثالث، 3-0 لفيتا ترجي الرياضي التونسي. وينفذ الستة أمتار عيادي الحمروني، العيادي الحمروني مع كيدودا، العيادي الحمروني والتوزيع القائم الأول وقربان والهدف الأول. ترجع مرة أخرى علي بن ناجي مثل الكرة في اتجاه ما فماش تمثال للعيادي الحمروني عن قدر بن حسن والهدف الثاني. الهجوم اللي تحت الترجي تبع الهجوم، سراج الدين الشاهي، معز الشافعي، والهدف الثاني. هذا التتويج علي بن ناجي قائد فريق الترجي الرياضي التونسي يرفع الكاس الافريقيه الممتازه لاول مره في تاريخ الرياضه التونسيه. والحمروني هدف جميل جدا، هدف جميل جدا، 47 دقيقه لعب، هدف من فراس ممتاز وممتاز للغايه.
هدف شد الكرة مسألو علي بلاجي ويحطها في أعلى القائم في التسعين، في التسعين قريب للتسعين، قولوا من 85. أنت ساري بنفسه هو اللي باش يتولى تنفيذ هذه الركنيات، نفذ طويلة والهدف الأول، الهدف الأول زياد زبتاني. عياد الحمروني هو اللي ماشي يتولى التنفيذ، مقوسة كالعادة وهدف لا، محاولة من الترجي الرياضي التونسي والهدف الثاني. إذا الهدف الثاني خالد بدرة يتمكن من مضاعفة النتيجة لفريق الترجي الرياضي التونسي. شيخ به العبري وفرصة الهدف الأول الضيع، فرصة الهدف الأول الضيع على الترجي الرياضي التونسي، لكن يبقى الضغط التوزيع والهدف الأول، الهدف الأول عن طريق السكونان. ثم وجدي بوعزي وسكونان به العملية داخل منطقة الجزاء ينتظر في المساعدة يعمل مراوغة وسكونان وجدي بوعزي والهدف الثاني، الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي بعملية ممتازة جدا في دقيقة 38. ورفع الكأس تتويج الترجي الرياضي التونسي بكأس اتحاد شمال افريقيا، مبروك مرة أخرى للرياضة التونسية، مبروك للترجي الرياضي التونسي. شيخ الأندية التونسية نادي بسويقة تولت الأيام وتتوالى تتويجات أفراح ومباريات لا تنسى وألقاب من كل الأنواع. الترجي التونسي فريق الأرقام القياسية، فريق تأسس سنة 1919 على يد الزواوي القلال هنتاتي بن عثمان والمالكي ورجالات أخرى تداولت على الفريق لتؤسس له مكانة هامة في تونس. الترجي لعب أول لقاء رسمي له سنة 1920 أي سنة بعد تأسيس الفريق، إلى حد الآن تداول على رئاسته 15 رئيس، تحصلوا في كرة القدم فقط على 41 لقب محلي قاري ودولي. الترجي من أول الفرق التونسية التي سعت لتطبيق الاحتراف، بنية تحتية عالية من ملاعب معشبة واصطناعية ونزل على ذمة النادي. الفرق والنوادي تصنع التاريخ، وتاريخ الترجي كتب ولا يزال ألقاب محلية عديدة ومتنوعة. الترجي التونسي حقق من البطولات والكؤوس عددا قياسيا، إنجازات وأرقام بكل ما في الكلمة من معان، أرقام تكفي وحدها للحديث عن هذا النادي. فلا يكاد يمر جيل من اللاعبين دون تذوق معنى الصعود على منصة الإنجازات والتتويجات. الترجي صار الفريق الذي يطمح الجميع للانضمام إليه لتحقيق الفوز بالألقاب وبكل أنواعها وحتى للاحتراف خارج الحدود. دائما مع الأرقام القياسية، الترجي هو الفريق الذي فاز ببطولة تونس في 7 مناسبات متتالية، وهو رقم قياسي من سنة 1998 إلى 2004. أكثر من هذا، الفريق صاحب الرقم القياسي في الحصول على الكؤوس. ببساطة وفي كلمة واحدة، الترجي التونسي من حيث عدد الألقاب يعتبر أفضل فريق في تونس. الترجي التونسي وبعد أن بنى له على امتداد عشريات اسما لامعا خرج منه عشرات اللاعبين الدوليين أبى إلا غزو الملاعب الإفريقية والعربية بعد انتهاش سياسة واضحة ومهيكلة على امتداد سنوات. الترجي له الإمكانيات البشرية والمادية والسند الجماهيري، لا ينقص الفريق أي شيء ولا يمكن لأي حاجز أن يقف أمام الأحمر والأصفر لتحقيق أبهى التتويجات الدولية، فكان له هذا. سنة 94 في ذات شتاء حقق المرحوم الهادي برخيصة مع جيل ذهبي مثل الحمروني بالناجي الجيبسي والهيشري وماليتولي أحلى التتويجات بالقبض على كأس إفريقيا للأندية البطلة
بقيادة المدرب فوزي البنزرتي. في يوم وقف الجميع وراء ممثل تونس، فكان ملعب المنزة معقل تتويج تونسي بإخراج ترجي. أكثر من هذا، الترجي توج بدون أي هزيمة. الترجي التونسي تحصل كذلك على كأس الكونفدرالية الإفريقية سنة 1997، وتحصل كذلك على كأس الكؤوس سنة 1998، وعلى الكأس الإفريقية الممتازة سنة 1995، ليكون بذلك أول فريق إفريقي يتحصل على كل التتويجات الإفريقية الممكنة وعددها 4. أما عربيا، فقد حقق أبناء فريق 90 سنة كأس العرب للنوادي الأبطال سنة 1993، والكأس الممتازة العربية سنة 1996، فكان الغزو العربي والإفريقي بعد الألقاب المحلية. الترجي التونسي فريق عراقته تجاوزت حدود القارة السمراء، وشهرته تجاوزت المحيط إلى الخليج لتصل إلى القارة العجوز، والدليل تباري أبرز الأندية العالمية مع شيخ الأندية التونسية، فكان المنزة وجهة لأعطى الفرق، وكانت اللقاءات التاريخية ضد الميلان الإيطالي مدججا بنجومه ونادي اليوفي، كما جاء نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ليشاهد روعة أداء الفريق وجماهيره، وحل كذلك بيننا الفريق البرازيلي فلامينغو وكذلك ساو باولو. الترجي التونسي أو ترجي التحدي مكن من إحراز ألقاب عالمية كذلك بعد ترويض الكأس الأفرو أسيوية سنة 1995 بعد نجاح في الفوز ضد فارمرز بانك التايلاندي. الترجي التونسي ذات الصيت العالمي لم يبقى مكتوف الأيدي مكتفيا متفرجا على ألقابه الوطنية، بل بلغ العالمية، وهو مطمح ناله الفريق بملاحظة مشرف جدا. إحدى نقاط قوة الترجي التونسي تبقى جماهيره الوفية، معدلات عالمية في الحضور للملاعب، تشجيع إيجابي ومتواصل وفرجة على الدوام، أضافت للفريق رونقا خاصا لتكون مباريات الأحمر والأصفر مهرجانا بأتم معنى الكلمة، بين 20 و 30 ألف متفرج أسبوعيا، ورقم قياسي كذلك في عدد المشتركين اللي تجاوز 12 ألف. مؤثر وجهلنا الجماهير الكل، تفاعل الجمهور الغفير، هذا الجمهور اللي من ذهب، نقول جمهور من ذهب مثل جمهور الترجي، جمهور البارسا مثل جمهور الترجي اللي وراء فريق نتاعه في المقارنة هذه في المحافل الكبرى. الاسبرونس عب على البطولة نتاعو، بطولة الثورة في موسم استثنائي، احسن بطولة هذه بالنسبة لي، احسن بطولة بالنسبة لي انا. هز الترجي هذه التونسي على موعد كان مع التاريخ فيما سميت ببطولة الثورة، الترجي كان موجود في الموعد، الحمد لله تعود الترجي احبائه. اكيد فرحة الانتصار هذه ما كيفاش فرحة، بما انه لقب استثنائي في موسم استثنائي، كنا على موعد مع التاريخ كالعادة، فين يبدا التاريخ موجود، في يلزم نكونوا موجودين في يوم هذاك، الحمد لله كنا موجودين وحققنا معناها اللقب اللي تكتب باحرف من ذهب في كتاب التاريخ بما انها سميت ببطوله الثوره. التاريخية تسليم رمز كأس تونس لكرة القدم 2010-2011 كأس الثورة والكرامة لفائدة الترجي الرياضي التونسي، يرفعها عاليا قائد الترجي وسام الدراجي صاحبة مجدي تراوي ورئيس النادي حمدي المد. اليوم برا عنا قدام تونس كاملة، شكون أقوى كيف في تونس والتهز الدوبلية وأقوى كيف تقعد الترجي. في بليزير ديجا نلعبو كونتر إيكيب كوم ترجي بور نو بور موا سي لا ميور إيكيب أون أفريك. ما هي نقاط قوة الترجي؟ الترجي قوي، أولا قوي برئيسه، نظن عنده رئيس اللي راه في الإدارة ذاك واحد 4 سنوات ولا يعني واحد 4 سنوات. نعم 4 سنوات جاب فيها الاستقرار، جاب الأموال للنادي باش يبقى النادي في الصدارة، جابوا لاعبين كل مرة الترجي يعني يكونوا عنده لاعبين، كل مرة يخص في مركز لاعبين، ما عندهمش إشكالية تاع فلوس باش يجيبوا اللاعب، الوقت يحبوا يجيبوا لاعب، جابوا نيونغ
جابوه ما نعرف 700 ألف يورو بالنسبة للفريق من شمال إفريقيا شي كثير مش بيه. ترجي راه كل عام ياخذ بطولة، هذه البطولة الثالثة على التوالي ياخذها في تونس، وكل عام يلعب عنده 24 بطولة وكل عام يلعب يعني في إفريقيا، يلعب يعني حتى نصف نهائي، يلعب النهائي، عمل الأول كان يلعب النهائي، نظن مش صدفة هذا، حاجة محضرة، عمل استمرارية، عمل محضرينه على مدى طويل، اليوم باش يجنوا الثمار تاعو. عرفت كلوب تلوج على تيتر ماذا بها تنقذ موسمها بالبطولة، ماذا على البطولة بين وبينك مروحة لماليها. الولاد من النجم الساحلي صغار، فما ولاد صغار تابتو ولد جامعي ما يعمل شيء، يقعد يتفرج، في يقعد يكبش من شانس نتاعو، يقعد يتفرج، ما فهمتش يعني لمتين، واحد من الترجي تهبطوا في التيران ياكلك الكازون، احنا تهبطوا يقعد يتفرج. نحب الاطوال ودمي وروحي الاطوال من غير مجامله، ترجي اقوى منا وربي قدر الخير. مع كل احترامي لكل الفرق الاخرى، لازمنا اليوم نقولوا اللي الفريق الكبير الوحيد اللي قعد اليوم في تونس هو فريق الترجي الرياضي. الفريق الكبير هو اللي هو اللي يربح فوق ميدانه واللي يربح خارج ميدانه، وقت يبدا المنافس نتاعو في المستوى نتاعو. قوه الترجي وقت تجيه الفرصه، مش وقت المباراه، لان اللغه كرويه لك ما نحبهاش، لكن هذه هي اللغه نتاع الكره، مش وقت المباراه يقتل المباراه ويعطي نفسه الامكانيات الذهنيه والفنيه والتكتيكيه باش مش وقت المباراه. Leader du mouvement national ont rejoint l'Espérance en 1931, le père de l'indépendance tunisienne, a été membre du comité directeur de l'Espérance avec son frère qui était secrétaire général et lui était vice-président. Si le président Bourguiba, le leader de l'indépendance, a éprouvé le besoin de s'intégrer à l'Espérance, parce qu'il avait déjà mesuré toute l'importance et tout que cela pouvait avoir pour le mouvement national de canaliser une association extrêmement populaire, parce qu'entre-temps, bien sûr, toute la population tunisienne s'est intéressée au football.